السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا لنشرة أخبار التاسعة. نبدأها بأبرز العناوين. خلال اتصال هاتفي، سيد الرئيس ونظيره الفرنسي يستعرضان آخر المستجدات وتطورات العملية السياسية. الرئاسة تؤكد أن منظمة التحرير تمثل العنوان والهوية والطريق إلى القدس. الإدارة الأمريكية تلغي مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة من تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان. وفي النشرة أيضا، مستشفى الاتحاد النسائي بنابلس ينجح في إجراء عملية نوعية بأيد فلسطينية. أهلا بكم إلى التفاصيل. تلقى السيد الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلاله استعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وعلى صعيد العملية السياسية، وذلك قبيل زيارة الرئيس ماكرون للولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الرئيس ماكرون للسيد الرئيس أنه سينقل الموقف الفلسطيني بوضوح خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اليومين المقبلين، واستيضاح المخططات الأمريكية فيما يتعلق عملية السلام، مجددا موقف بلاده الداعم لحل الدولتين. من جانبه، شكر السيد الرئيس نظيره الفرنسي على مواقف فرنسا وجهودها ودعمها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وأطلع سيادته نظيره الفرنسي على نتائج القمة العربية الأخيرة التي عقدت في السعودية، كما تم الاتفاق مع الرئيس الفرنسي على مواصلة التنسيق بين الجانبين بهدف دفع عملية السلام إلى الأمام. استقبل السيد الرئيس محمود عباس مقر الرئاسة في مدينة رام الله الوفود العربية المشاركة في المؤتمر العربي 15 للطب المخبري الذي عقد في مدينة رام الله بتنظيم من نقابة الطب المخبري الفلسطينية. وأشار السيد الرئيس إلى ضرورة تكثيف زيارات الأشقاء العرب لفلسطين ليروا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال واستيطانه وغيرها من معالم الأبرتايد الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية. وأكد السيد الرئيس أن القيادة لن تسمح لترامب أو غيره بأن يقول إن القدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك لن نسمح لأي دولة بنقل سفارة بلادها إلى مدينة القدس المحتلة. ونبقى في الشأن الرئاسي، حيث استقبل السيد الرئيس محمود عباس مقر الرئاسة في مدينة رام الله الأسير المحرر الطفل عبد الرؤوف البلعاوي البالغ من العمر 13 عاما من مخيم دهشة في محافظة بيت لحمة. وهنأ سيادته الطفل الأسير بالإفراج عنه من سجون الاحتلال كأصغر طفل أسير، مؤكدا أن شعبنا سيبقى صامدا على أرضه مهما بلغت التحديات التي يواجهها. وأكد السيد الرئيس أن الأسرى والمعتقلين لهم الأولوية على سلم اهتمامات القيادة التي تسعى بكل قوة للإفراج عنهم من سجون الاحتلال وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم وعائلاتهم. تفضل. وبالعودة لخبر الطب المخبري واستقبال سيادته لوفد من هذا المختبرات، من وفود هذه المختبرات والذين جاءوا إلى فلسطين بهذه الزيارة، نستمع إلى هذه المقابلة من السيد الرئيس محمود عباس. حضوركم إلى هنا هذا أمر نعتبره في غاية الأهمية، لأننا نتمنى على كل إنسان أن يأتي إلى هذه البلاد ليرى بأم عينيه
ماذا يجري هنا؟ الأخ قال إنه قبل 6 سنوات شاف شيء والآن شاف شيء. البلد تتطور باستمرار، المؤسسات تتطور باستمرار، كل شيء عندنا جاهز من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة. مشكلتنا هي مع الاحتلال الإحلالي الإسرائيلي، ومع الأسف مع الدعم المطلق الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بإصرارنا، بعزيمتنا، بدعمكم، بتأييدكم، بوجودكم هنا، لأن وجودكم هنا يختلف عن أنه أنت تؤيدني من الخارج. عندما تأتي إلى هنا لتؤيدني من الداخل، هناك فوائد كثيرة. أولا تقول للعالم الفلسطينيون ليسوا وحدهم، وإنما نحن جميعا معهم. تريد أن ترى بأم عينك ماذا يجري على الأرض من معاناة للشعب الفلسطيني، ترى بأم عينك الاحتلال وآثاره، الاستيطان، الجدار وغيره من معالم الأبارتايد الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية. ولذلك الفوائد كبيرة جدا لمثل هذه الزيارة، ونتمنى عليكم أن تكرروا هذه الزيارة، ليس بمناسبة مؤتمر، وإنما بأية مناسبة مرحب بكم هنا. بأي مناسبة تأتون إلى هنا، فعلا نحن سعداء أن نستقبلكم، أن نراكم على الأرض الفلسطينية، لأننا نتنفس الحرية من خلالكم. نحن تحت احتلال، كيف نثبت للعالم ونقول للعالم نحن ذاهبون إلى الحرية، ذاهبون إلى الاستقلال بوجودكم إلى جانبنا. ولذلك دائما نداؤنا لكل العالم، حتى أنا ألقيت خطاب في مجلس الأمن وتحدثت عن زيارة فلسطين في القمة العربية الأخيرة التي حضرت في السعودية العربية، أيضا تحدثت وقلت للعرب يا أخواننا هذا ليس تطبيعا مع إسرائيل. أنت عندما تأتي إلى هنا لا تطبع مع السجان، أنت تزور السجين، وبالتالي وطنيتك محفوظة، وعليك أن فقط أن تعقد العزم من أجل أن تأتي إلينا وترى ماذا يجري عندنا. أنا سعيد جدا بلقائكم وأشكركم كل الشكر، الأشقاء العرب والأصدقاء القادمين من دول مختلفة، وأتمنى عليكم شيئا واحدا، أن لا تعتبروا هذه الزيارة هي الأخيرة، وإنما هي زيارة من الزيارات. وإن شاء الله عندما تأتون إلينا في المرة القادمة نكون قد حققنا استقلالنا، وتعقدون مؤتمركم الآخر في مدينة القدس الشريف العاصمة الأبدية لفلسطين. ونحن لن نسمح لا لترامب ولا لغير ترامب أن يقول إن القدس عاصمة لدولة إسرائيل، وسنحارب هذا وحاربناه منذ البداية. وكذلك لن نسمح لأي دولة أن تنقل سفارتها إلى القدس قبل الحل. عندما يأتي الحل هناك القدس الشرقية لنا والقدس الغربية لهم. القدس الشرقية مدينة الديانات الثلاث، المسيحية والإسلام واليهودية، يستطيع أتباع هذه الديانات أن يأتوا ليصلوا ويمارسوا طقوسهم الدينية بحرية كاملة، لأننا قلنا منذ البداية إن القدس مدينة مفتوحة لكل الأديان تأتي لتمارس طقوسها بحرية مطلقة. أهلا وسهلا بكم، وشكرا على هذا اللقاء، شكرا على هذا الدعم، شكرا على هذه الزيارة، ونلتقي إن شاء الله بكم في المرة القادمة كما قلت. أهلا وسهلا.
قال نبيل أبردين الناطق الرسمي باسم الرئاسة إن منظمة التحرير هي العنوان الأبرز لتاريخ نضال شعبنا الحديث، وهي التي وضعت اسم فلسطين على الخارطة رغم كل المؤامرات التي تعرضت لها على مر السنين. وأضاف أنه مع قرب انعقاد المجلس الوطني على أرض فلسطين يتم تجديد العهد على الحفاظ على البيت الفلسطيني المتمثل بمنظمة التحرير التي حافظت على الهوية الوطنية في مرحلة حولت فيها قوى إقليمية ودولية تغييب اسم فلسطين وإلغاء تاريخها وإنكار وجودها. طالب أمين سر لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير صابع رقات بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جرائم الحرب التي تقترفها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا. هذا وأكد عريقات خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله أن المجلس الوطني المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري يعد نقطة مفصلية في ظل استمرار الانقلاب في غزة وعدم القدرة على إنهاء الانقسام، ودعا الفصائل بإعادة النظر في مواقفها والمشاركة في جلسات المؤتمر من أجل مواجهة المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية الرامية لتصفية مشروعنا الوطني. المزيد في تقرير خالد مطاوع. على ضوء اشتداد هجمة الاحتلال الماسورة ضد المدنيين السلميين واستهدافهم في مسيرات العودة بشكل مباشر التي أسفرت عن استشهاد 37 مواطنا بينهم 4 أطفال، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله بأنه عمل مخزن وخرق للقانون الدولي، موضحا أن القيادة تجهز ملف الإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية. استمعنا إلى تصريحات السيد نيكولاي ملادينوف بالأمس حول طلبه تحقيق دولي في الجرائم، ونحن نثمن ذلك عاليا، ولكن نقول لا يمكن لأي عاقل تصور تحقيق نزيه من قبل الحكومة الإسرائيلية. التحقيق المطلوب هو من السيدة فاتو بن سودة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. أنا الأوان للسيدة فاتو بن سودة وللمجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية الإعلان عن فتح تحقيق قضائي مع رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاع إسرائيل حول هذه الجرائم. وفيما يتعلق بإجراءات الإدارة الأمريكية الأحادية الجانب بدءا من إعلان ترامب القدس المحتلة عاصمة موحدة للاحتلال مرورا بقطع مخصصات الأونروا تمهيدا لإسقاط هذا الملف عن الطاولة وانتهاء بمحاولتها تشريع الاستيطان، قال عريقات إن تلك تعد مؤشرات أنها قد بدأت بتنفيذ صفقة القرن، وبموجب هذا فقدت أهليتها كراع نزيه للعملية السياسية. وأنا بعتقد أن الإدارة الأمريكية بدأت فعلا بتنفيذ ما تسميه صفقة العصر من خلال اعترافها بالسفارة بالقدس ونقل السفارة، من خلال حجبها للمخصصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. هذا كله يدخل في إطار واحد اسمه dictation not negotiations، يعني الإملاءات وليس المفاوضات. وعلى الصعيد الوطني شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أننا أمام استحقاق تاريخي كبير يتمثل في عقد المجلس الوطني في 30 من الشهر الجاري، حيث دعا الفصائل كافة لأوسع مشاركة بهدف الخروج باستراتيجيات وطنية وتجديد شرعيات أطر المنظمة ومؤسساتها. المجلس الوطني الفلسطيني سيعقد في 30 من نيسان الجاري، هذه نقطة مفصلية. الانقلاب المستمر في قطاع غزة وعدم قدرتنا على إزالة أسباب الانقسام أصبحت الثغرة التي يحاول نتنياهو وترامب التغلغل منها لتصفية القضية الفلسطينية وتصفية المشروع الوطني الفلسطيني. لذلك أنا أدعو كل فصائل العمل السياسي الفلسطيني دون استثناء أن تعيد النظر فيما اتخذته من مواقف وأن تشارك. يشار إلى أن عريقات أكد أن كل إجراءات الإدارة الأمريكية التصفوية وهجمة الاحتلال المستعرة ضد شعبنا لن تنشئ حقا ولن تخلق التزاما، وأن شعبنا برص صفوفه قادر على إفشال المؤامرة وإنهاء الاحتلال عن أرضنا. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين.
اجتمع ليلة أمس وفد من حركة فتح ضم نائب رئيس الحركة محمود العلول وأعضاء اللجنة المركزية عزام الأحمد وروحي فتوح وسمير الرفاعي وعضو المجلس الثوري للحركة أشرف دبور والقيادي في الحركة صخر بسيسو مع رئيس المخابرات العامة المصري الوزير عباس كامل وعدد من قادة الجهاز. وجرى في الاجتماع استعراض شامل للأوضاع في فلسطين في ظل استمرار جرائم القتل التي يقوم بها جيش الاحتلال في مواجهة المقاومة الشعبية السلمية، كما تم البحث في كيفية تخفيف المعاناة الشديدة التي تواجه أبناء شعبنا في قطاع غزة. الوزير كامل أكد أن مصر ستعمل رغم الظروف الأمنية في سيناء على مواجهة الإرهاب وعلى تقديم التسهيلات اللازمة لقطاع غزة وفق تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والاستمرار في رعاية مصر لجهود إنهاء الانقسام. هذا وشدد وفد حركة فتح على تمسكه باتفاق المصالحة ورعاية مصر لها حتى يتم تنفيذ كل بنود الاتفاق الموقع في العام 2011 والتفاهمات اللاحقة والتي كان آخرها الاتفاق الموقع في القاهرة، والتأكيد على سرعة تنفيذ ذلك حتى تتولى حكومة الوفاق الوطني من تسلم إدارة قطاع غزة لتقوم بواجباتها كاملة. استنكار محلي ودولي للجرائم الإسرائيلية بحق المواطنين وخاصة الأطفال والتي كان آخرها قنص الطفل محمد أيوب في مظاهرات يوم أمس. المزيد في تقرير صفاء الهبي. خلف ساتر ترابي اختبأ متحصنا بجبنه الذي دفعه لقنص طفل لا يتجاوز 15 عاما. محمد أيوب كان طفلا شاهدا وشهيدا. أبت والدته التي لطالما احتضنته بدفء وقبلته بعدما ودعته بكل وجع وصبر، إلا وأن يوارى الثرى ليلا لئلا يشعر جسده الغضو ببرودة ثلاجات الموتى ولتحتضنه الأرض التي رواها بدمه وبراءته. إنها فضيحة. الجيش الإسرائيلي قتل اليوم طفلا ويجب فتح تحقيق في هذا الأمر. بهذا غرد مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف حول مقتل الطفل أيوب قائلا: كيف سيؤدي قتل طفل في غزة إلى دعم عملية السلام؟ أما المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات علق عبر حسابه الرسمي في تويتر: إذ ننعى الخسارة المأساوية لحياة صغير، يجب علينا جميعا أن نتجنب التسبب في المزيد من المعاناة عن طريق الردود على استشهاده. غرينبلات لم ينطق بكامل الحقيقة التي كان عليه الاعتراف بها بأن إسرائيل قتلت وأعاقت وجرحت عن سبق إصرار وترصد أكثر من 5000 متظاهر سلمي فلسطيني خلال أقل من شهر. أما مجلة جاكوبين الأمريكية أوردت في عددها الصادر اليوم أسباب إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على قتل المتظاهرين على حدود قطاع غزة في تقرير حمل عنوان: لماذا تقتل إسرائيل؟ وقالت المجلة الأمريكية أن إسرائيل تنتهج العنف ضد التحركات الفلسطينية، كما أنه يبدو أن الكفاح السلمي ضد إسرائيل فعال من الناحية السياسية، لافتة إلى أن هذا السبب جعل إسرائيل تخاف منه وتقمعه. وأضافت المجلة أن آلة الدعاية الإسرائيلية لم تستطع القيام بالكثير لتجميل مشهد القناصة الإسرائيليين عند إطلاق النار على المتظاهرين السلميين بمشاعر من اللامبالاة. فلسطين ستذهب إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى لطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات وحشية متكررة من قبل الاحتلال. هذا ما صرح به الناطق الرسمي باسم الرئاسة الدكتور نبيل أبو ردينة الذي أشار إلى عملية القتل المتعمد للمواطنين المتظاهرين سلميا في وجه الاحتلال وخاصة الأطفال منهم. صفاء الهبي، التلفزيون فلسطين، غزة. طبعا هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الأستاذ عايد أبو قتيش. أهلا بك أستاذ عايد. بداية، كيف يمكن ترجمة أو تحويل هذا الاستنكار الدولي للجرائم الإسرائيلية بحق أطفالنا خاصة في المحافظات الجنوبية ربما إلى آليات وقرارات قد توفر الحماية لهم؟
للأسف يعني طالما كان في هناك استنكار دولي للممارسات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين وبحق الأطفال الفلسطينيين على وجه الخصوص، إلا أنه هذا الاستنكار الدولي والانتقادات الدولية لسلوك دولة إسرائيل وعدم التزامها أو وفائها بالتزاماتها وفق الاتفاقيات الموقع عليها، يعني ما تم ترجمته لخطوات وإجراءات عملية من أجل الضغط على إسرائيل للوفاء بهاي الالتزامات. يعني خلال الحروب المتعددة اللي شنتها إسرائيل وعدم التزامها بكل معايير ومبادئ القانون الدولي الإنساني وعدم التزامها يعني بمعايير قانون حقوق الإنسان، إلا أنه يعني ما في هناك ضغط دولي كافي من أجل ردع إسرائيل على الاستمرار في، ولكن هناك سيد عطيش هنالك محاكم دولية، محكمة الجنايات الدولية، وهناك المواثيق الدولية التي ترفض بأي شكل من أشكال استهداف المدنيين وبخاصة الأطفال. الآن بهذا الموضوع كيف يمكن استغلال أو الاستفادة قانونيا من هذا من هذه الجرائم التي تنتهكها إسرائيل؟ يعني عملية انضمام دولة فلسطين لنظام روما الأساسي هو يعني شكل الأرضية لمحاكمة إسرائيل على الجرائم اللي بترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين بما فيهم الأطفال. في هناك يعني مجموعة من الملفات اللي تم رفعها من الجهات الفلسطينية الرسمية وبالإضافة لمنظمات حقوق الإنسان الموجودة الآن على طاولة محكمة الجنايات يعني الدولية على يعني في مكتب المدعي العام للجنائية الدولية، لأنه يعني المشكلة في هاي الآليات إنها بطيئة، يعني عملية فتح تحقيق تمهيدي بتأخذ فترة طويلة قبل يعني الولوج أو الخطوات إضافية اللي من خلالها. والموضوع يعني حتى نكون صريحين يعني في جانب سياسي إضافة للجانب القانوني، يعني بالرغم من توفر كل أركان الجريمة والانتهاكات لل الجرائم اللي بتوقع ضمن اختصاص نظام روما الأساسي، إلا أنه يعني ما في هناك توجه فعلي وحقيقة عند المجتمع الدولي من أجل المضي قدما في محاكمة دولة. اسمح لي أستاذ عايز، في إطار التحركات الدولية كان هناك مساعي سابقة لوضع جيش الاحتلال على القائمة السوداء، وهي القائمة التي بحق منتهكي حقوق الأطفال، بالتالي ما الأهمية اليوم لإعادة تفعيل هذه القضية؟ يعني كان في هناك محاولة سابقة سنة 2015 في الوقت اللي كان في عام 2014 عملية قتل أكثر من 560 طفل فلسطيني، ولكن بالرغم من يعني كل هاي الجرائم، بالرغم من توصية ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة لإدراج اسم الجيش الإسرائيلي على هاي القائمة، إلا أنه نتاج لضغوطات إسرائيلية وأمريكية، يعني الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الحين آثر عدم إدراج اسم الجيش الإسرائيلي. يعني حتى الأمم المتحدة اللي احنا بنعتبرها الملاذ لنا، يعني في العديد من الحالات يعني بيكون في هناك بتدعن للضغوطات الإسرائيلية والأمريكية، وتحديدا إذا هاي الضغوطات ترافقت مع تهديد بقطع تمويل وما إلى ذلك. فيعني حتى لما نتحدث عن في النهاية يعني إذا بنتحدث عن الأمم المتحدة، بقرارات الأمم المتحدة يعني تم ارتكاب جرائم حرب في غير موقع من العالم. فعلى هذا الأساس يعني احنا بنشوف إنه في ضرورة في الوقت الحالي إنه الأمم المتحدة وكل الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تحترم يعني ما اتفقت عليه، لأنه جملة منظومة القانون الدول الإنساني وقانون الدول لحقوق الإنسان على المحك في حال يعني عدم تطبيق كل هاي المبادئ والمعايير. شكرا لك يا سيد عايد أبو كتيش، مدير برنامج المسائلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. شكرا لك. استخدمت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم مصطلح الضفة الغربية وقطاع غزة بدلا عن الأراضي المحتلة. المزيد في تقرير ليالي عبيد. تؤكد الإدارة الأمريكية مرة أخرى انحيازها الكامل لإسرائيل وأنها لم تعد وسيطا نزيها لعملية السلام، ولم يكتف ترامب بإعلانه المشؤوم بشأن القدس وتنكره للحق الفلسطيني، فها هي إدارته تعزف جوقتها المعهودة بالتلاعب بالألفاظ بما يخص فلسطين في تقريرها حول حقوق الإنسان الذي استخدمت فيه وزارة الخارجية الأمريكية مصطلح الضفة الغربية وقطاع غزة بدلا عن الأراضي المحتلة. الولايات المتحدة الأمريكية تفصح بوضوح يعني بالخصوص منذ تولي ترامب مسؤولية الرئاسة الأمريكية،
تفصح بوضوح عن موقف مناوئ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومختلف الخطوات والسياسات التي تنتهجها بهذا الخصوص تؤدي إلى نتيجة واحدة، هي طبيعة الموقف الأمريكي من مسألة الحقوق الفلسطينية، هو موقف سلبي ورديء ومنقلب على الأصول. تلك الرواية التي جاءت منسجمة مع طموحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي كان قد طالب وزارة خارجية بلاده بالعدول عن استخدام مصطلح الأراضي المحتلة في تقاريرها السنوية. هذا يعني أن هذه الأراضي أراضي محتلة، وأن الاحتلال هو مؤقت، وأن السيادة لا تنتقل إلى القوة المحتلة على الإطلاق، وأن هذا الاحتلال لا بد أن يجلي يوما في يوم من الأيام من هذه الأراضي. هذا الواقع الجديد، هذه السياسات الأمريكية قلبت ظهر المجن للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة في المنطقة، في منطقتنا، وفيما يتعلق طبعا بمصير الأراضي الفلسطينية المحتلة. تصعيد المواقف أمريكيا لم يتوقف عن إسقاط بعض المصطلحات، بل تعداه إلى وصف تقارير منظمات حقوق الإنسان أو تقارير إعلامية توثق انتهاكات الاحتلال على الأرض بالإدعاءات والتهم. ففي الوقت الذي وصف نيكولاي ميلدانوف المرصق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط قتل الأطفال الفلسطينيين بالمشين والمخزي، لم يسمع أي صوت من المؤسسة الأمريكية يدين إعدام متظاهرين عزل كفلت شرائع العالم لهم بالتظاهر ورفض الاحتلال. شطب بعض المصطلحات أو إضافتها لا تعد أول الفصول ولا حتى آخرها، حتى لو أصبحت الحقوق الفلسطينية ادعاء وتهما كما تراها تقارير إدارة ترامب. لتلفزيون فلسطين ليال عبيد. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأمريكية واشنطن رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير لدى الولايات المتحدة السيد حسام زملوت. أهلا بك معنا سيد زملوت. يعني هل يمكن ربط ما بين صفقة القرن التي يتم الحديث عنها وهذا الإعلان بعدم اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة أراض محتلة؟ طبعا كلها سلسلة متواصلة أخي الكريم، وجميعها في مصاف تنفيذ ما أطلقوا عليه صفقة القرن. لا يوجد شيء اسمه صفقة، هي واقع ايديولوجي لفريق مقتنع ومؤمن تماما بكل شيء ما هو ضد السياسة الأمريكية المتعاقدة وضد القانون الدولي وضد كل المنطق الذي نحن ضلعنا فيه منذ أكثر من 50 عام. وبالتالي حقيقة هو جزء من كل هذا أولا. ثانيا، نحن راجعنا التقرير بشكل جلي وواضح أن هناك تلاعب خطير في الكلام، وإسقاط كلمة الأراضي الفلسطينية المحتلة عن قصد ومحاولة تغطية ذلك من خلال ذكر كلمات لا توصف الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة وللشعب تحت الاحتلال. ونحن راسلنا فورا وزارة الخارجية الأمريكية وقلنا عن موقف واضح أن هذا يشكل تطور خطير وفيه تشريع بالمعنى القانوني للاستعمار الإسرائيلي وتشريع لنظام الأبارتايد والفصل العنصري، لأنه في غياب وصف الحالة على احتلال عسكري وفي غياب حقوق متساوية، إذا أنت تشرع الأبارتايد وتشرع سرقة الأرض. وأيضا تطور سياسي خطير ليس فقط قانوني من حيث إمعان هذه الإدارة في التحيز لإسرائيل، تبني الحركة الاستيطانية، حركة المستوطنين، ليس فقط تبني إسرائيل بل حركة المستوطنين. طيب، وتأكيد على أن هذه الإدارة لا يمكن سيد زملوت إذا لم تعتبرها بل هي فقط في المشكلة والصراع نفسه. لو سمحت لي، يعني إذا واشنطن لم تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة أراضي محتلة، فماذا تعتبرها؟ يعني ما هو التصنيف القانوني أو التعريف لها بالنسبة لهذه المناطق؟ هي محتلة، يعني فعليا محتلة من قبل القانون الدولي ومعرفة دوليا بهذا الأمر. ماذا عرفتها واشنطن؟ هذا هو السؤال تحديدا أخي الكريم الذي وجهناه للخارجية بالأمس. إذا أنتم لا توصفوا بشكل قانوني واضح الأرض الفلسطينية كمحتلة والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ما هو وصفكم؟ والرد جاء منهم بأنهم لا زالوا يعتبرونها محتلة، ولكن بالطبع هذا كله تلاعب في الكلمات بسبب الضغط الأيديولوجي والسياسي وليس القانوني على وزارة الخارجية من قبل أطراف أنتم حددتوها في تقريركم. والقضية ليست فقط الوصف، أنت تتحدث عن سلسلة بدأت
منذ البداية بعدم إقرار حل الدولتين على 67 كما هو القانون الدولي المتعاقب، ثم ذهبت إلى القدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة، ثم قطع وتجميد المساعدات عن الأونروا لأنه هذا يأتي على حق اللاجئين كما يدعي نتنياهو، ثم قطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية. كل هذا في مساعي التصفية وليس الحل، والآن باتت الولايات المتحدة بهذا الفريق جزء أساسي من المشكلة. والرئيس الفلسطيني أعلنها اليوم سيادة الرئيس محمود عباس أننا سنواجه هذا، سنحارب هذا، كل هذه القرارات باطلة بكل معنى الكلمة القانوني والسياسي. وحقيقة وللأسف الشديد هناك فوضى عارمة في واشنطن الآن بشأن السياسة الخارجية، ليس فقط بشأن فلسطين بل بشأن كل العالم، ولكننا نحن سندافع عن قضيتنا ولن نسمح لأحد أن يطال من حقوقنا المشروعة ومن نضالاتنا ومن إجماع العالم حول هذه الحقوق. شكرا لك السيد حسام زملوت رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير لدى الولايات المتحدة الأمريكية. في لبنان نظمت جمعية الفتوى الإسلامية مهرجانا تضامنيا مع القدس برعاية وحضور رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري. تقرير زين عبد الصمد. محملة بإرثها النضالي وبتاريخها المرصع بالتآخر الفلسطيني اللبناني، بيروت الصمود والثورة تتضامن مع القدس. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. هو مهرجان شعبي حاشد نظمته جمعية الفتوة في ملعب بيروت البلدية برعاية وحضور رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري. هيدي بيروت يلي بنعرفها، بيروت العروبة، بيروت الوقوف إلى جانب القدس وفلسطين، بيروت الاعتدال والعلم والمحبة والنور، والقدس تستحق أنه نجتمع كرمالها، كرمال نقول انه مهما صار القدس كانت وحتبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. حشد من الشخصيات السياسية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى الهيئات الروحية والفعاليات البلدية والاختيارية، أما المهرجان بالإضافة إلى الحضور الشعبية. إننا نعلن موقفا جازما موحدا حاسما أن القدس لن تكون أبدا عاصمة لدولة الاحتلال، وإنها مدينة مقدسة عربية فيها مساجد ومعابد لكل الديانات السماوية. المهرجان دعا لأن يكون هذا المشهد محطة أولى في فعاليات شعبية متواصلة تملأ ساحات العواصم العربية تضامنا مع القدس. إلى القدس نسيرة، هكذا تحاكي بيروت عاصمة دولة فلسطين عاصمة الأرض والسماء في مهرجان تضامني مع القدس ومع المقدسيين. زين عبد الصمد، تلفزيون فلسطين، بيروت. توعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بملاحقة داعش داخل سوريا حتى القضاء عليه نهائيا. وقال العبادي إن تواجد التنظيم في المناطق القريبة من الحدود العراقية السورية يعتبر تهديدا للأمن الداخلي. وكانت مقاتلات عراقية غارت يوم أمس على مواقع لداعش قرب مدينة البوكمال يستخدمها التنظيم لتفخيخ السيارات وتصنيع العبوات الناسفة. أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تصفية 9 مسلحين خلال عملية أمنية في جمهورية داغستان جنوب غربية روسيا. وقالت اللجنة إن المسلحين 9 خططوا لشن هجمات في أعياد مايو، وأوضحت اللجنة أن المسلحين فتحوا النار من رشاشاتهم على قوات الأمن ردا على طلبها بتسليم أنفسهم قبل أن تتم تصفيتهم. وأما الآن مشاهدينا نتحول إلى أخبار الاقتصاد وزميل عماد الرجمي. مساء الخير. مساء الخير وديع. مساء الخير ضحى. سانور.
أهلا بكم إلى موجز الاقتصاد. افتتح وزير العمل مأمون أبو شهلة مع مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر مؤسسة الضمان الاجتماعي. وأكد أبو شهلة أنه رغم الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين إلا أنها نجحت في إيجاد علاقة إيجابية بين العمال وأرباب العمل والحكومة من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي. شركائنا اللي هم أرباب العمل والعمال، احنا وياهم بنشكل مع بعض، بنشكل نوع من الشراكة المفيدة اللي أعطت نوع من العلاقة الناعمة الهادئة السموث وكتير إيجابية لمصلحة بلدنا ولمصلحة شعبنا. احنا بالرغم من الظروف الصعبة اللي بيعيشوا شعبنا، لكن فخورين انه هذه العلاقة يعني يمكن تكون من أفضل ما هو موجود علاقات بين الأطراف ذات الصلة. هذه الاتفاقية لها ثلاث أولويات، وهي إيجاد فرص عمل ضمن الظروف الصعبة ولتعزيز مؤسسات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى حوكمة سوق العمل وملائمة متطلبات السوق. إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الشرطة المقدم لأي رزيقات إن الشرطة ألقت القبض على مطلوب للعدالة من بلدة بيت أمر شمال الخليل بقضايا نصب قيمتها 1.5 مليون شيقل. وأضاف أن المطلوب فار من العدالة منذ عدة سنوات وصادر بحقه 5 أوامر حبس. في خبر آخر، أكدت شركة ساوث ويست إيرلاينز للطيران أنها أرسلت شيكات بقيمة $5,000 لركاب طائرة تابعة لها هبطت اضطراريا الأسبوع الماضي بسبب انفجار المحرك ما أسفر عن مقتل راكبة. وكان محرك الطائرة الرحلة رقم 1380 قد انفجر فوق بنسلفانيا يوم الثلاثاء الماضي بعد حوالي 20 دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار لاغاردا في نيويورك متجهة إلى دالاس، وعلى متنها 149 شخصا. نهاية الموجز. الآن عودة إلى الزملاء والمزيد من الأخبار. شكرا عماد. نشرتنا مستمرة وتشاهدون فيها: مستشفى الاتحاد النسائي في نابلس ينجح في إجراء عملية نوعية بأيد وخبرات فلسطينية. رفضت الممثلة الأمريكية ذات الأصول الإسرائيلية ناتالي بورتمان الحضور إلى تل أبيب لتسلم جائزة تكريمية. وقالت بورتمان إنها اختارت عدم المشاركة في الحفل لأنها لا تريد أن يخيل لأحد أنها تدعم بنيامين نتنياهو، الذي كان من المفترض أن يلقي كلمة خلال هذا الحدث. تقرير نظير فالح. كي لا تبدو مؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفضت الممثلة الهوليودية الشهيرة ناتالي بورتمان المشاركة في حفل تكريم في القدس المحتلة، وألغت الرحلة التي كانت مقررة لتسلم الجائزة بحسب مؤسسة جينيسيز المنظمة للحدث. ومنذ عام 2013 تمنح جينيسيز جائزتها التي تعتبر نوبل الإسرائيلية للأفراد الذين يلهمون الآخرين بتفانيهم تجاه المجتمع اليهودي والقيم اليهودية. واختارت هذا العام الممثلة بورتمان التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية للحصول على الجائزة التي كان يفترض أن تتسلمها في حفل خاص في حزيران المقبل، والتي كانت ستتسلم معها أيضا مبلغ 2 مليون دولار. من جهتها، أعربت مؤسسة جينيسيز عن احترامها لقرار الممثلة، مؤكدة أن لديها الحق في معارضة الحكومة الإسرائيلية، معربة في الوقت نفسه عن أسفها إزاء رفض بورتمان حضور الفعالية لأسباب سياسية. لكن بورتمان رفضت التعليق على الموضوع واكتفت بالقول إنها في ظل التطورات الحالية لا تجد أنه من المناسب أن تشارك في حفل تقيمه إسرائيل، فيما اعتبرت الصحف الإسرائيلية أن سبب رفض بورتمان هو احتجاجها على القمع الوحشي لتظاهرات الفلسطينيين السلمية.
موقف بورتمان ورفضها للجائزة فتح نار الانتقادات الإسرائيلية عليها، تحديدا من وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريجيف التي قالت إن بورتمان خضعت لحركة مقاطعة إسرائيل، بينما طالب عضو حزب الليكود والنائب في الكنيست أورين حزان بسحب الجنسية الإسرائيلية منها. نظير فالح، تلفزيون فلسطين. أما الآن إلى النشرة الرياضية والزميلة كيانا الصيفي. لك كيانا، مساء الخير. مساء الخير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تبدأ بعد قليل مواجهة ساخنة تجمع برشلونة بنظيره إشبيليا في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، ويتطلع برشلونة الذي تأهل إلى المباراة النهائية للعام الخامس على التوالي، وهو رقم قياسي، إلى تتويجه الرابع تواليا والثلاثين في تاريخه في كوبا ديل ري، بينما سيحاول إشبيليا أن يحرز لقبه السادس في المسابقة والأول منذ عام 2010. وإلى خبر آخر، شهدت مباراة ليفربول ومضيفه ويست بروميشن ألبيون اليوم ضمن مباريات الجولة 35 من منافسات الدوري الإنجليزي صراعا قويا بين المصريين محمد صلاح جناح الريدز وأحمد حجازي مدافع أصحاب الأرض، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لهدفين. ونشر أحمد حجازي صورة له برفقة محمد صلاح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، قال إنه سعيد برؤية شقيقي محمد صلاح بعد مباراة صعبة، ورد صلاح على مواطنه مداعبا: أنت تضرب في المباراة ثم تقول شقيقي يدك ثقيلة جدا. بدأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني التحرك لتحقيق رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الحصول على عقد جديد مع النادي بشروط محسنة. ووفقا لصحف إسبانية، فإن خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام لنادي ريال مدريد والذراع اليمنى للرئيس فلورنتينو بيريز تواصل مع كريستيانو، حيث أعرب له عن سعادة إدارة النادي بتألقه في الأشهر الأخيرة ورغبة الملكي في مكافأته بعقد جديد سيزيد راتبه السنوي بشكل ملحوظ. وأوضحت الصحيفة أن الطرفين يهدفان إلى حسم مسألة التجديد وتوقيع العقد قبل انطلاق بطولة كأس العالم هذا الصيف في روسيا. نهاية جولة الرياضية لهذه الليلة، شكرا للمتابعة، عودة إلى الزملاء بالاستوديو. شكرا كيان. في سابقة هي الأولى في الوطن، أجريت في مستشفى الاتحاد النسائي بمدينة نابلس أول عملية زراعة رباط صليبي خلفي بالمنظار بأيد وخبرات ومعدات فلسطينية. المزيد في تقرير بكر عبد الحق. إنجاز طبي جديد هو الأول من نوعه في الوطن، يكتب بأيد فلسطينية في مستشفى جمعية الاتحاد النسائي العربي وسط نابلس، والمتمثل بزراعة وتر صليبي للركبة من الخلف بواسطة المنظار. أجرى هذه العملية ذات الطابع المعقد طاقم طبي فلسطيني يضم مختلف الكفاءات والخبرات الطبية العاملة في مستشفيات الوطن، في مقدمتهم الطبيب الجراح المتخصص في جراحة العظام والإصابات الرياضية الدكتور صقر خمايسة. عملية شوي نقل نوعية صعبة ما تعمل في كثير مستشفيات حتى في الداخل، وطبعا أول مرة بتنعمل في مستوى فلسطين. المريض كان يعاني من ألم شديد في الركبة، وكان حالة من الارتخاء في الركبة وعدم المقدرة على السير وممارسة حياته اليومية. إن شاء الله بعد لحظات سنقوم بتحضير القناة وسوف ندخل الوتر، وبذلك نكون على المراحل النهائية من العملية. وتجري العادة أن يتم مثل هذا النوع من العمليات بشكل جراحي كامل، ونقل المصاب إلى خارج الوطن لإجراء العملية، وهو ما تترتب عليه تكاليف باهظة جدا. في الآونة الأخيرة بلشنا نستقطب الكفاءات وبلشنا نعمل بعمليات نوعية في الوطن بسبب الحاجة المتزايدة لهم ومن أجل تخفيف عناء السفر على المرضى. بالنسبة لهاي العمليات وحسب التسعير بوزارة الصحة لما بيحولونا إياها، فهي يعني تكلفتها قليلة جدا مقارنة إذا راحت على الداخل المحتل، يعني ممكن 5-6-7 أضعاف. عملية الرباط الصليبي الخلفي بالمنظار مثل آخر على ما يشهده مجال الطب في فلسطين من تطور ملحوظ رغم عراقيل الاحتلال وقلة الإمكانيات، ليضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها الكفاءات الفلسطينية في مختلف المجالات وعلى الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.
عملية نوعية هي الأولى في مستشفيات الوطن، تضاف إلى سجل الإنجاز الطبي للكفاءات الطبية الوطنية، والذي يعزز مساعي القطاع الصحي لتقليل الاعتماد على العلاج في الخارج وتوفير نفقاته لصالح مستشفيات الوطن. بكر عبد الحق، تلفزيون فلسطين، نابلس. أما الآن إلى حالة الطقس زميلة نتالي رنتيسي. لك نتالي. مساء الخير ضحى، مساء الخير وديع. سانور. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أحوال الطقس. حالة من عدم الاستقرار الجوي تسود البلاد نتيجة لتأثير المنخفض الجوي الضعيف والمصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا، حيث تكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئيا وباردة خاصة في المرتفعات الجبلية، مع ظهور كميات كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مختلفة. أما الرياح فتكون جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. وبالنسبة ليوم غد توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتصبح الأجواء نهارا مائلة إلى البرودة في أغلب المناطق، ويتوقع هطول زخات من المطر في أجزاء متفرقة من البلاد. هذا ويميل الطقس إلى الاستقرار في ساعات المساء والليل مع ارتفاع على نسبة الرطوبة السطحية في أغلب المناطق. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في بعض المدن الفلسطينية، حيث سنبدأ من العاصمة القدس المحتلة، فمن المتوقع أن تسجل 19، أما رام الله 18 درجة، نابلس 20، طوباس 22، جنين أيضا 22، أما طولكرم وقلقيلية ف 23 درجة، سلفيت 19، أريحة 27، بيت لحم 19، الخليل 18. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى المحافظات الجنوبية، ونبدأها من غزة 21، دير البلح 23، خان يونس 21، وأخيرا رفح 23. ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى بعض العواصم العربية والعالمية. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية النشرة الجوية، والآن عودة للزملاء وديع وضحى. شكرا لك نتالي. في نهاية هذه النشرة لم يتبقى مشاهدينا سوى التذكير بالعناوين. خلال اتصال هاتفي سيد الرئيس ونظيره الفرنسي يستعرضان آخر المستجدات وتطورات العملية السياسية. الرئاسة تؤكد أن منظمة التحرير تمثل العنوان والهوية والطريق إلى القدس. الإدارة الأمريكية تلغي مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة من تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان. وكان في النشرة كذلك مستشفى الاتحاد النسائي في نابلس ينجح في إجراء عملية نوعية في عيد فلسطينية. شكرا لكم على المتابعة دائما وأبدا بأمان الله، وإلى اللقاء.